السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. في هذا الفيديو إن شاء الله سأريكم طريقة رسم النموذج الورقي لهذا القميص النسائي. أذكركم بأنه يمكنكم الآن الحصول على هذا النموذج الورقي من خلال موقعنا جبيدة ديزاين، رابط الموقع تجدونه في صندوق الوصف. على النموذج الورقي نرسم زاوية قائمة، ثم نضع النقطة أ على رأس الزاوية. بعدها نضع النقطة ب، بحيث القطعة أB تساوي نصف دورة الصدر مقسومة على 4، يعني نأخذ نصف دورة الصدر ونقسمها على 4، ونرسم خط أفقي مستقيم موازي للخط الذي قبله، وهذا الخط يمثل لنا خط الصدر. بعدها سنضع النقطة C، بحيث القطعة AC تساوي طول الظهر لدينا، ونرسم خط أفقي مستقيم موازي لخط الصدر ويمر من النقطة C هكذا، وهذا الخط يمثل لنا خط الحزام. بعدها سنضع النقطة D، بحيث القطعة CD تساوي ارتفاع الأرداف لدينا، ونرسم خط أفقي مستقيم موازي لخط الحزام، وهذا الخط يمثل لنا خط الأرداف. بعدها نضع النقطة O، بحيث القطعة AO تمثل لنا الطول النهائي، أي بمعنى نقيس من هذه النقطة هنا A الطول النهائي أينما وجدناه، نضع النقطة O هكذا، ونرسم خط أفقي مستقيم موازي لخط الأرداف. بعدها على مستوى خط الصدر نضع النقطة F، بحيث القطعة BF تساوي نصف دورة الصدر زائد 4 سنتيمترات مقسومة على 2، يعني نأخذ نصف دورة الصدر نضيف إليها 4 سنتيمترات قيمة التوسيع، ونقسم المجموع على 2، والخارج نضعه هنا. أنا لدي في نصف دورة الصدر 50 سنتيمتر، أضيف إليها 4 سنتيمترات تساوي 54 سنتيمتر، أقسمه على 2 وجدت 27 سنتيمتر. إذن أقيس من هذه النقطة ب 27 سنتيمتر، أينما وجدتها أضع النقطة F. بعدها على مستوى خط الحزام نضع النقطة G، بحيث القطعة CG تساوي نصف دورة الحزام زائد 4 سنتيمترات مقسومة على 2. لدي نصف دورة الحزام تساوي 48 سنتيمتر، أضيف إليها 4 سنتيمترات قيمة التوسيع، أقسمه تساوي 52 سنتيمتر، أقسمه على 2 تساوي 26 سنتيمتر. إذن 26 سنتيمتر أقيسها من هذه النقطة C باتجاه داخل الشكل، وأضع النقطة G. ثم على مستوى خط الأرداف أضع النقطة H، بحيث النقطة أو القطعة عفوا DH تساوي نصف دورة الأرداف زائد 4 سنتيمترات قيمة التوسيع مقسومة على 2. لدي نصف دورة الأرداف تساوي 54 سنتيمتر، أضيف إليها 4 سنتيمترات كقيمة التوسيع تساوي 58 سنتيمتر، أقسمها على 2 تساوي 29 سنتيمتر. إذن أقيس من هذه النقطة D باتجاه داخل الشكل 29 سنتيمتر، وأضع النقطة H. بعدها سأصل بين هذه النقط F G H هكذا، ثم هنا أصل بين النقطة F G H، ثم يعني أرسم خط مستقيم يمر من H هكذا، وأكمل هذا الخط إلى الأسفل. بعدها على مستوى خط الأسفل هنا في الجانب أصعد بأربع سنتيمترات، وأرسم خط الأسفل من جديد من هذه النقطة باتجاه الصفر نحو النقطة O. على مستوى خط الصدر نضع النقطة E، بحيث
القطعة BE تساوي عرض الكتفين مقسوم على 2، أو عفواً مقسوم على 2. لدي عرض كتفين يساوي 39 سنتيمتر أقسمه على 2 يساوي 19.5. إذن أقيس من هذه النقطة B باتجاه داخل الشكل 19.5 سنتيمتر، وضع النقطة E. ثم نرسم خط يمر من النقطة E وعمودي على خط الصدر هكذا. بعدها سندخل من النقطة A ب8.33 سنتيمتر. كيف وجدتها؟ فقط نأخذ نصف دورة الصدر ونقسمها على 6. لدينا نصف دورة الصدر هو 50 سنتيمتر مقسومة على 6 تساوي 8.33 سنتيمتر، ونضع نقطة هنا. بعدها سنصعد من هذه النقطة ب2 سنتيمتر باتجاه الأعلى بطريقة عمودية على هذا الخط هكذا. ثم نرسم دورة العنق بالنسبة للجانب الخلفي. بعدها على مستوى هذا الخط العمودي على خط الصدر سننزل ب2 سنتيمتر ونضع نقطة هنا. ثم نرسم خط يمر من نقطة أعلى نقطة هنا في العنق وهذه النقطة، يعني نسمي هذه النقطة نسميها A. إذن سيمر مستقيم من هذه النقطة ومن النقطة A صغيرة هكذا. ثم سنخرج بسنتيمتر واحد باتجاه خارج الشكل من هذه النقطة A صغيرة. بعدها سنحاول أن نجد منتصف هذه القطعة A صغيرة E. ثم هذه النقطة وهذه النقطة نصل بخط مستقيم. ثم من هذه النقطة إلى النقطة F نرسم دورة فتحة الذراع هكذا. إذن بهذا نكون قد رسمنا الجانب الخلفي لهذا القميص النسائي. لرسم الجانب الأمامي يكفي أن نستنسخ هذا النموذج الورقي للجانب الخلفي هكذا. الآن بعد الحصول على الجانب الأمامي نرسم فتحة العنق. أول شيء سننزل من هذه النقطة، يعني قاعدة العنق بالنسبة لهذا الجانب الأمامي، سننزل ب8 سنتيمتر هكذا. ثم نرسم فتحة العنق بالنسبة للجانب الخلفي، عفوا الجانب الأمامي وليس الجانب الخلفي. بعدها سنخرج باتجاه خارج الشكل ب1.5 سنتيمتر وهي قيمة الأزرار هكذا، ونرسم يعني نخرج من هذا مستوى الجانب الأمامي، نخرج ب1.5 سنتيمتر من جميع المستويات، مستوى خط الصدر، مستوى خط الحزام، ومستوى خط الأرداف، ونرسم خط جديد يمثل لنا مستوى أو وسط الجانب الأمامي هكذا. إذن هذا هو الجانب الأمامي. إذن بعد الحصول على الجانب الأمامي هنا لديكم الاختيار إذا كنتم تريدون إضافة بانسة الصدر أو تتركونه يعني عادي هكذا بدون بانسة الصدر. سأترك لكم فيديو بانسة الصدر في صندوق الوصف. بالنسبة لهذا الجانب الخلفي ستكون به قصة بالظهر. إذن سننزل ب2 سنتيمتر من قاعدة العنق بالنسبة للجانب الخلفي هكذا، ونرسم خط أفقي موازي لخط الصدر. إذن هذه هي القطعة الأولى، ثم نقص يعني من هذا المكان نقص هذه القطعة لنحصل على قطعتين يعني متشابهتين هكذا. إذن لدينا القطعة الأولى للظهر والقطعة الثانية. عند تطبيق هذا النموذج الورقي على الثوب سنضع هنا هذه القطعة، سنضع القطعة الصغيرة للجانب الخلفي على الجهة المطوية من الثوب على يعني على حافة الثوب مباشرة، والقطعة الكبيرة سنضعها أيضا على الجهة المطوية من الثوب، لكن سنترك هامش الطيات من 2 إلى 3 سنتيمترات في وسط الجانب الخلفي هكذا. سنترك سنتيمتر واحد في كل جانب كهامش للخياطة، باستثناء الأسفل نترك 3 سنتيمترات كقيمة الطية. بالنسبة للجانب الأمامي
سنضعه على الجهة المفتوحة من الثوب، نترك سنتيمتر واحد في كل جانب، في الأسفل سنترك 3 سنتيمترات، وهنا في وسط الجانب الأمامي سنترك 7 سنتيمترات كقيمة للطية أي طية الأزرار. بالنسبة للكم سأترك لكم رابط فيديو طريقة رسم الكم وأيضا رابط فيديو طريقة أخذ مقاسات الكم في صندوق الوصف. هنا لدينا الكم، سننقص من طوله 6 سنتيمترات وهي قيمة إسوارة الكم. نصعد ب6 سنتيمترات يعني من هنا، بعد أن حددنا الطول النهائي للكم سنصعد ب6 سنتيمترات هكذا ونرسم خط أفقي موازي له خط الأسفل، ونقوم بقص هذه القطعة هكذا، نقص يعني نقص هذه قطعة الأسفل هذه، ثم سيكون الكم بهذا الشكل. لدينا هنا الكم، ثم إسوارة الكم سنرسم مستطيل طوله 24 سنتيمتر وعرضه 6 سنتيمترات يمثل لنا إسوارة الكم. هنا سنحدد مكان فتحة الأزرار بالنسبة لإسوارة الكم، يمكنكم وضع الفتحة في الجانب يعني في هامش جانب الخياطة، أو رسم فتحة الأزرار هنا بالنسبة لإسوارة الكم في هذا المكان يعني منتصف هذا المكان. إذن هذا هو الجانب الخلفي للكم وهذا الجانب الأمامي. عند تطبيقه على الثوب سنترك سنتيمتر واحد في كل جانب، سنتيمتر واحد في كل جانب بالنسبة لإسوارة الكم. نضعها على الجهة المطوية من الثوب كما هو مبين في الشكل. سنحتاج إلى قطعتين، يعني هذه ستعطيني قطعة واحدة فقط، وسأحتاج إلى قطعة أخرى يعني هذه القطعة التي وضعتها هنا للنموذج الورقي ستعطيني فقط جهة واحدة أي جهة يمنى أو يسرى للكم، سأحتاج إلى قطعة أخرى. بالنسبة للكم سأحصل على قطعتين منفصلتين لأنه على الجهة يعني على التوب مفتوح. إذن هذا كل شيء بالنسبة لفيديو اليوم. بقي لنا الكول أوفيسي، لكي لا أطيل عليكم سأشاركه معكم في فيديو خاص، تجدون رابط الفيديو أيضا في صندوق الوصف. إذن كان هذا كل شيء بالنسبة لفيديو اليوم. إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علي بضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.